صباح الفل على متابع اليوم السابع، معكم إيهاب المهندس. النهاردة هنتكلم عن حادث غامض حدث بمنطقة البدرشين، وهو العثور على جثة مسن وزوجته مفارقي للحياة بطلقات نارية. بداية الوقعة، بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغ بالعثور على جثة مسن وزوجته مفارقي للحياة بطلقات نارية. على الفور توجهت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقع وإجراء التحريات لتحديد هل هناك شبهة جنائية أم ما هي أسباب حدوث تلك الجريمة. بسؤال نجل المتوفيين، أكد أنه لا توجد أي خلافات بين والده وأي أشخاص آخرين، وتبين أن السلاح المستخدم في الواقعة هو ملك للرجل المسن المتوفي، وأن هذا السلاح غير مرخص. دي كلها ملخص الحادث اللي شهدته منطقة البدرشين. على الفور جهة التحقيق أمرت بإعداد تقارير الصفة التشريحية للمتوفين لمعرفة أسباب الوفاة، وجاري سماع أقوال الشهود لمعرفة أسباب الحادث. ده ملخص الوقعة الغريبة اللي شهدتها منطقة البدرشين، وهو العثور على جثة مسن وزوجته متوفيين نتيجة طلقات نارية. هنذكر حضراتكم اللي هيخش معانا على اللايف ان في جريمة شهدتها منطقة البدرشين، وهو العثور على جثة رجل مسن وزوجته متوفيين داخل منزلهما، وتبين أن سبب الوفاة طلقات نارية، وكما تم العثور على سلاح ناري بجوار جثة المجني عليهما، وتبين أن السلاح ملك المسن المتوفي، وبالمعاينة تبين أنه لا توجد أي آثار لكسر الباب أو بعثرة في محتويات الشقة. والتحريات الأولية بتشير إلى أن الزوج قتل زوجته ثم انتحر بعد ذلك، ولكن في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات لمعرفة تفاصيل تلك الواقعة. تم إرسال جثة الرجل المسن وزوجته إلى المشرحة لإعداد التقارير الطبية ثم التسريح بالدفن. نجل المجني عليهما أكد أن والده حسن السمع، وأنه لا توجد سمة خلافات مع أي شخص. ده كان ملخص الواقعة، وخلال الساعات القادمة هنعرف أسباب هذه الواقعة، وهل هناك شبهة جنائية من عدمه. متابعي اليوم السابع، هنستكمل معاكم لايفات بخصوص هذا الحادث بعد صدور قرارات جهات التحقيق والأجهزة المعنية، وهل هناك أي شبهة جنائية في هذا الحادث الغامض من عدمه. اللي دخل معنا جديد على اللايف، أهالي المنطقة عرفوا بالحادث، وعلى الفور تم اختار الأجهزة الأمنية وتوجهت قوة أمنية لعمل تحرياتها حول تلك الواقعة وكشف ملابساتها. وتبين بسؤال نجل المجني عليهما المسن وزوجته أن والده حسن السمع ولا توجد سمة خلافات مع أي شخص. وتبين أيضا من المعاينة أنه لا توجد أي كسور في باب الشقة، ولا توجد بعثرة لمحتوياتها، وهذا يبعد دافع السرقة في تلك الواقعة. وجاري سماع أقوال جيران المجني عليهما، وأمرت جهات التحقيق بإعداد تقرير الصفة التشريحية تمهيدا لدفن المجني عليهما، تمهيدا لاستخراج تصريح بالدفن. ده ملخص الحادثة الغامضة اللي شهدتها منطقة البدرشين.
هنتابع مع حضراتكم كل ما يصدر من قرارات سواء من جهات التحقيق وخلافه. شكرا متابع اليوم السابع. الناس اللي معانا على اللايف بتسأل على ايه هي الحادثة. الحادثة باختصار تم العثور على جثة زوج مسن وزوجته مفارقين للحياة داخل شقتهما بمنطقة البدرشين، ونتيجة الوفاة نتجت عن طلقات نارية، وتبين أن سلاح ناري ملك الرجل المسن، وهذا السلاح غير مرخص بجوار جثتهما، وجاري استكمال التحريات ومعرفة أسباب تلك الواقعة الغامضة التي شهدتها منطقة البدرشين. ده بعجالة تلخيص للواقعة للناس اللي بتسأل اللي حصل بالظبط. شكرا متابع اليوم السابع على أن نلتقي معكم في لايفات جديدة لكشف ومعرفة تفاصيل هذا الحادث الغامض الذي شهدته منطقة البدرشين بالجيزة. شكرا متابع اليوم السابع.